ان شاء الله تقضوا معنا سهره حلوه في العام وانتم الف الف خير. نرجع مع الفنانة يسرى البغدادي. أنا
فلم وما دون ألم سغادي وفنان نفس غادي وفنان بس أنا وبندها بتحب فلسطين وسوريا والعراق والدول العربية جميعا. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله تقضوا معنا سهرة حلوة. عودة ثانية مع الهرم الرابع الفنان بدار الأسهر. عيني بتجاهل لا سكر ما يكون وأنا شوية معاشر حية وصلت لها المواطي كل الجمال وحبتي شد رجل سالك وصدقت شي ذكي خلطان اكبر مطان ما شفت اشوف شي احد خلوني عايش مجروح ودموعي تشهد ليلة رجال كلهم وراي واقول عيني بشار لا سكرة ما يكون عيني بشار لا سكرة ما يكون وانا شبيه معاشر حياة كل ما سيد علي لا هو دفنا ما بيروح يحتمل وراح الغورا ولك لا هو دفنا ما بيروح يحتمل وراح الغورا لا يهدو شفت البخير اتهموا حدا لا يا قمر وبيصل قبل الوجع وبروح صار واجبت اصيح ولك ما حد سمع اسمك ندور ما عندها قال العذاب شفته منك مثل ما شفيت مشروع قلبي عمري كله واحد عشيت يا قلبي مثل ما
وحتى الملاعب بالحب كل عم يفتري كل الوجود معكم صدري يا قروب وإيمان ويا بيتي كل جبهة يا هنا لسنا وحبيبي ومحل بدا خلصت حياتي حتى واحس عيش شباب يا هنا لسنا وحبيبي ومحل بدا خلصت حياتي حتى واحس عيش شباب الله يسعد مساكم. سمعني صوت الفضل طيب منوري سيد علي خطارك على راس الخواجة خطارك منوري بعد قلبي هاي النجم هاي الكون هاي النجم هاي الكون